الحرية هي اللي علمتنا. يعني أنا تلميذ بمدرسة سورية بهذا الموضوع، لأن سوريا من رعى الفن الراقي العربي من احتضان الفن اللبناني من أيام أخوان رحداني للأستاذ وديع الصافي، لا تحية كمان هلأ بهذا المؤتمر لروح المرحوم أستاذ ملحم بركات الذي أوصاني بسوريا قبل ما يموت بيوم، قال لي وصيتك سوريا. فأنا بدي وجه تحية لروح المرحوم ملحم بركات من سوريا، وبدي أقول له وصيتك بالقلب رح تضل مدى الحياة إن شاء الله. بكل فخر واعتزاز ومنتباهى بهذا الأمر أنه لم ننقطع عن سوريا نص ساعة لبل نص ثانية، حتى بس كنا منا موجودين، يعني زي ما اللي تكون ظروفنا خارج البلاد أو بالبلاد الاغتراب، سوريا كانت بقلبنا وبعدها بقلبنا وحتبقى بقلبنا. يعني من سنة التسعين ونحن عم ننادي وعم نقول هناك مؤامرة كبيرة مش بس على الفن اللبناني، على الثقافة العربية لبل هي الحضارة العربية. وقلنا انه ما في يعني اثنين بيختلف انه العدو واحد، معروف مين المستفيد من تدمير ثقافتنا، هو العدو اللي ما عنده لا حضارة ولا عنده فن ولا عنده ثقافة إلا ثقافة الإرهاب والقتل والمجازر. مقاربتنا لموضوع اللغة، ما نحن عم كمان من ضمن الثقافة اللي عم نضيعها ضيعنا لغتنا، واللي بضيع لغته يعني ضيع هويته، واللي بضيع هويته ضيع عنده، والشكوى لغير الله ما زال.